محتار كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده اقول لي في ايه؟ اصلا انا كنت بدور على حاجه كده. الكلمه دي معناها ايه؟ او اصلا اصلها ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه. اصل الكلمه السوارس. اصل الحكايه يا السيد رجل. مال رجلي متعوره. متعوره؟ متعوره من ايه؟ اصل الحكايه يا السيد انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ انا غلطت يا السيد. سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت وانا راجعه المقطر حصل. طبعا دي الجمله الشهيره اللي قالتها الست امينه وهي بتترعش وهتموت من الخوف لس السيد في فيلم بين القصرين. لكن يا ترى ايه حكايه السوارس دي واصلها ايه؟ السوارس كانت واحده من اهم انواع المواصلات في نهايه القرن ال19 وبدايه القرن ال20، وكانت عباره عن عربيه خشب بتجرها الخيول وسموها سوارس نسبه لعيله سوارس اللي من اصل اسباني وعاشوا في القاهرة سنين طويلة، ساهموا خلالها في إنشاء كتير من الشركات والبنوك والمصانع، لدرجة إن ميدان الزعيم مصطفى كامل اللي في وسط القاهرة دلوقتي كان اسمه ميدان سوارس لحد سنة 1938. ويا ويلك من السوارس وس السيد يا أمينة؟